بس مرموس الله ياخذ راسك. رمضان يا حبيب رمضان. السلام عليكم، رجعت مقطع جديد. اليوم جايب لكم مبع عربي، واليوم عيد حوم. يا هلا مرحبا. لا ما يمدينا اطق الكلمه قهر. هلا والله. اليوم جايب لكم ماب مصمم اسمه ليمي جيمر. قد لعبت الماب من قبل. اوكي، حط سكيب ليفل سكيب ليفل سكيب ليفل. وش ذا؟ ويلكم تو مانت ذا رن، هاف فان اند انجوي. يقول استمتع في الماب. ولا تكتب عربي، والله لا تكتب عربي، تكتب عربي دائما عربي. حلو 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 حلو، نايس، مستعجل. ليش توقعت انه اوكي؟ انا شفت في بلوك على اليمين في هذا، بس الثاني شلون ما ادري. ليش رايح طيب؟ بداية خير. حلو، شوف شوف. ايوه هذا ليفل الحين، هذه لعبتي. لا بس بداية، ما بدينا. هذه لعبتي مرة، لعبتي. مريت من فوقه، ما وقفت. لازم توقف هناك يعني؟ لازم اجربه. يب. يا ساتر، ما يمدي. ما اعرف اوقف يا اخي، ما اعرف. لازم اصبر اصبر، لازم انك تسوي ستريف، عرفت؟ هذيك اللي يب يب تلف تمشي كذا وتعطيها افتراله. يب والله مكتوب نايس. طيح فشلتنا. هو من اربعه، ثلاثه اربعه هنا. ما بدك تذبحني يا حلو. حلو جبتوه، ايزي ايزي دحوم. سهل سهل، توش هذاك بس تفكر منه. ما عليك ما عليك، انت امشي. يلا امشي 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 بسريع. طور ليلي يا ولد، ما اشوف. ام تصريف الخايسه. طاقة الماضي. روح روح روح. اضيع والله ما فايدة. يعني تبدا تضيع الوزنية. بالله وش رايك بالتايمينج؟ بالله وش رايك بالتايمينج؟ والله العظيم لو تاخرت ثانية كان الله يرحمني. يا الله اخيرا عدينا الليفل الاول. روح الحين خلنا نشوف. انا ما نط يعني؟ لا نط بس بدري. والله استفدت. لا ما استفدت معي. نطيت ولا ما نطيت؟ والله نطيت وما نطيت، ما ادري شلون. انا شوف شوف شوف، انا عرفتها. انت قاعد تشوفني؟ لا. شوف شلون؟ لا ابغاك تنط على نهايه السبيد، فهمت؟ اي اي سويتها. اوكي انا اعطيك الفكره بس اني ما اطبق. حلو. لا تكفى. وش النيون؟ يا اخي اكره هذا. كل واحد على ما يوقف هنا ينشب. هذا ايش هذا؟ هذا ما نطيت حتى. اح، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. حلو. تكفى. وفي فخ. تفكرون باللي افكر فيه؟ يوم العب مع ريان ماب، اصبر اصبر لا تروح لا تروح لا تروح لا تروح، بشرح لك. لعبت مع ريان ماب بس الماب هذا كان من اليمين، فهمت؟ الفكره الحين انك ما توقف ابدا، نيون 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 نيون، ما توقف ابد عشان ما تطيح في الفخ، فهمت؟ في فخ قدام ترى. اي انا بسوي حركه، شفت اضبط طالع. اوكي خلاص. يوم بسوي حركه. بس كنت بجرب. انا اشوف في شيء زايد. انا بسوي حركه. اوكي. هوشت الفخ؟ طالع اشوف انا الفخ اللي هذا. يا الله خلصتها؟ مش عادي. ايه وشلون تعديت الافخاخ؟ عادي انقز وكمل سيده. انا ليش ما اعرف اسوي يسار؟ يعني معنا نفس الشيء بس الف بس. اللي بعدها فيها فخ ولا اللي بعدها؟ كمل كمل بس. وقف 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 وقف. اعتمد على نفسك نفسك. اللي بعدها بعد فيها فخ؟ ما في فخ ابد صح؟ بس لا بس خلاص. اوووو اخيرا. وش الريفت؟ هذا السكب. اوكي يجي لين هنا. هذا ايش هذا؟ والله هذا يا اخي ابي اعرف وش اسم الماب، يعني اوكي قاعدين نلعب ماب ما ادري وش اسمه، يعني ما له اسم، الطريق الى المهمات، عالم ال ما ادري، ها؟ اوكي دثرن، بس انه دثرن ايش؟ عباره عن ايش؟ ولا دثرن كذا؟ دثرن عربي، رحل على اليسار هنا. طيب بس ما راح اشتغل. انقز؟ لا 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 اصبر. ايوه اوكي روح. باب، انا اكره شيء عندي الباب. لا يا القهر، استعجلت عشان الفخ، لعلي ما في ام، بيبان دايم كريهه، لا هي ولا الامبوز. يا الله، اتوقع انك على طول تنط بدون ما تنط الاخيره. لا لا ما اي انا ما رحت الاخيره. لا انا رحت، الله يحفظك العافيه. تاخر شوي بالنقزه. والله العظيم يا اخي المشكله ان حاطها على جنب، فما يمديك تروح سيده، صعب صعب انك تدخلها. يا
وات؟ انت متى تهوش؟ شفت ايش يسمونه هذا اللي في الزاوية؟ اذا نطيت عليه ترى ما يتفعل بس ما تموت. هذا؟ ايه يتفعل أمي. بس ما تموت على طول. يب والله يا الله اوه حسبت اني هوشت طلعت انت اللي مهوش. وشو؟ يا رب يا رب اني اخذت تشيك بوينت قبل اموت. ما اخذته والله لازم طلع اني اخذت تشيك بوينت. سمعت صوت تهويش توقعت كنت اللي هوشت. وشو؟ في فخ هنا؟ في فخ داخل. خذيت ما اخذت انا والله ايزي. اللي عندك اصبر ما تهوشت. ايوه نط اصبر شوف كذا ها بس لعبتي انا قاعد اسمع. الورق قاعد يشتغل. يب يا ساتر. الو ما فيها ثلج. ثلج ما يشتغل. والله يشتغل. والله اشتغل على طول مت. يا ساتر يا رب. كنت غلط. لا صح صدقني. ما في له وصل. والله بعيد مره. شلون ذي؟ يا حبيبي لفيت يمين لفيت يسار كله ما في هذا؟ اتوقع انك لازم تنط ولا؟ المشكلة اني قاعد استعجل ما ادري ليش. دحوم. اوكي. انا مستكبر. ما يشتغل انا عندي ثلج. يا رب يا رحمن. في فخ؟ اما في فخ. تلوم. لا تعطيني ذا النظارات امشي. والله فخاخ. امشي طيب. امشي مين تكفى لا. ارحم امك ما نبغى تهويش ارحم اهلك. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. ستة هيز يا رجال. والله يا توتر. والله توتر. ها؟ أنا شو مت انا؟ ارتعب انقي. في طيحة. متى الطيحة؟ ادري. تم. اوكي. بسم الله. والله نطيت من فوق يا اخي بس سوى. بيجيك سم اكثر من سم فهمت؟ طيب. لا تنقز على الاول وانقز على اللي بعده. الزبدة. اصبر. احسه ما انت قصدك ان الاول يمشيك؟ لا ايه لين توصلت لا تنقز من الاول انقز من الثاني. الثالث هو اللي في حفره. الثاني يطيح. هلا وش اللي الثاني في طيحه؟ حتى الاول حتى الثاني ان اليمين الاول فهمت؟ الثاني يسار انا اتوقع كذا. يب طيح. وصلت للثالثة في النص وطيحني يسار فأتوقع أنك لازم تنطع الثالثة يمين. سويتها وشي من الفخ. أوكي من الفخ العادي إلين في النص على اليسار بعدين طب من النص ثانية دقيقة من التشيك بوينت. هي الحين أخذتها قبل شوي ما أخذتها. الله ليفل 7 بسم الله. أوكي يا سو الو اوكي ما تسويها بالغلط سلم قد لا احس بمشي. والله العظيم اني انتبهت في اخر لحظه انه في باب لفيت يسار بس والله ايزي مره شفت الحين ليفل 8 بسم الله. ايش ليفل سهل انا لا ويا ساتر وش ذا وبعدها باب يا رب لا يا حبيبي تمزح. والله ودخلك اطول عرفت ترى. يب ايزي يا سلوم. اما ايزي الله ايزي ايش جاك عرق فجأة. ما تتسرع هدي بس انقز خلاص ايزي. والله لازم ما ادري شلون خشيت. لا اوكي لازم ننط فوق. وين وات هلا باللحسة ما نروح. اي بشوف. اي والله فوق. الو اوكي هلو. نرجع هنا بعد نفس الشيء. انا ما رحت انا رجعت البداية. اجينا على الكفر. اوكي لازم اوصل بونس الاول بعدين بوصل ثاني بعدين سبيد. بطب من هنا فهمت على طول على فوق بس لعلها هدت. تك وصلني. لا وشلوني بعدها؟ رجعني استهبل ذا. اصبر عرفت لها والله ما عرفت. لا وصلت الكفر. بس مرموس الله ياخذ راسك.
انا استفدت ايه؟ بس بعد الكفر برضه لازم توزنها تدري؟ انا شفت بيبان. اي لا لازم ما تنزل مثلا بعد الكفر تنزل على طول قدام، لا لازم تبعد شوي. الو دحوم وانت اخبارك دحوم؟ والله في الغلط والله العظيم انها صارت ها مو بسهله سهله سهله سهله. اهلين غش. شف 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 اس واحد خلاص اذا قبل ما توصل البونسر الاول اذا وصلته خلاص اس واحد وبعدين بعد البونسر الثاني لا تضغط ولا اس لف يمين بس لف يمين لف يمين لف يمين بس ايزي شف التوصيف بس ثانكس فور يوزنج ذا كود ليفل 10 هلا 2000 years later طيب بغيت فعل بخ وقمت ورحت بالطيد يا ساتر وشو تيجي الحين اصبر صدحهم اصبر اصبر الحين نريح نستريح شوي نطقطق اصابعنا شوي الليفل الاخير يا عيال مش مكمن مش مكمن عموما بس هذا كان مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك لحظه زر اللايك وقناه دحوم في الديسكربشن وكود الماء في الديسكربشن وشكرا للمنتسبين اللي حاطين كود شوب شكرا لكم جميعا ونراكم على خير في امان الله سلام.